استهلاك وسائل الحضور. نجتمع اليوم لنبحث في قطاع خاص وحقوق وخبراء كيف تنهض بلادنا اقتصاديا، وكيف يمثل النمو الاقتصادي في المجتمع، وما هي اليات تشجيع الاستثمار الجاد من خلال تهيئة المناخ الاستثماري في مصر ليكون اثر جاذبا لرؤوس الاموال والمستثمرين الجادين من مصر ومن خارج مصر. سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص. أهمية المؤتمر إن احنا بنتواصل مع فئة من فئات أصحاب الأعمال بتنظمه جمعية الصداقة المصرية اللبنانية، بنشوف ايه مشاكل المستثمرين عشان ايه الخطوات، نعرف ايه الخطوات اللي نقدر نحلها، واللي ما نقدرش نحله نوضحه لهم، يبقى فيه سياسة كويسة. وفي الأول والآخر هو الهدف من المنتدى نفسه اتخاذ إجراءات أو توصيات تصب في سبيلها دفع عجلة الاقتصاد المصري. وزارة التضامن الاجتماعي بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح منظومة التأمين الاجتماعي بمشروع قانون تأمين موحد يضم قوانين التأمين الاجتماعي كلها في قانون واحد. العوار والأخطاء الموجودة في المنظومة الحالية أو أسباب الشكوى مش مخلية الناس مرتضية منظومة التأمين الاجتماعي حاليا بنراعيها وبنعالجها بالقانون. على سبيل المثال أجر الاشتراك بدل ما فيه أجر أساسي وأجر متغير هيبقى فيه أجر شامل، هيبقى تنفيذا لما نص عليه الدستور المصري هيبقى هينشئ كيان استثمار أموال التأمينات الاجتماعية. بدل ما فيه أكتر من قانون وده بينعكس على المتعامل مع مكاتب التأمينات ومع موظف التأمينات هيبقى قانون واحد. هينشئ زيادة دورية للمعاشات، هيراعى زيادة المعاشات الدورية لأن القوانين الحالية ما بتنصش على الزيادة ديت، ودي كانت بتسبب مشكلة إن احنا بننتظر كل سنة قرار أو قانون بزيادة سنوية ومين يتحملها ومين ما يتحملهاش، وغالبا بتتحملها الخزانة العامة، وده بيمثل عبء عليها غير ممكن.